طيب معايا طبعا على التليفون صديقنا المحترم كابتن مصر الكابتن فاروق جعفر. كابتن اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك استاذ سيد، ازي حضرتك؟ فينك يا راجل محترم؟ مختفي بقالك فتره ليه؟ انا مش سامع يا استاذ سيد. بقول لك انت بقالك فتره ما بتطلعش غير في قناه بتاع نادي الزمالك ليه؟ ليه انا ليه بطلع على طول؟ لا على طول ربنا يخليك يا كابتن، احنا اولا عايزين نطمن عليك. في كلام من امبارح كان في شائعات طلعت مش عارف ايه، الكابتن فاروق جعفر هيمشي من الزمالك ومش عارف ايه، كان في كلام كده. فايه الحكايه يا كابتن؟ مفيش حكايه، كلام يعني كلام بيتقال على السوشيال ميديا، يعني اي كلام بيتقال. يعني انا متهيألي الكلام لصالح العام ولا لصالح نادي الزمالك ولا الاستقرار في نادي الزمالك. النادي دلوقتي كله استقرار وكله هدوء وكل حاجه مركز. انا ما بعرفش يعني مش عارف يعني مش متهيألي اللي بيقول الكلام ده حد بيحب النادي. يعني النادي مستقر، الامور كلها كويسه. يعني قولا واحدا، القولا واحدا، الكلام ده شائعات يا كابتن فاروق؟ طبعا طبعا مش، لا لا خالص، ولا ليه علاقه بقى مش عارف الرحيل عن اللجنه الفنيه ومش عارف ايه. طب كابتن انا كل شويه، انا بعيد عن المساله الرياضيه، بس انا من بعيد الرموز بتاعت مصر الرياضيه ببقى متابع شويه وكده. انا اشعر احيانا ان هناك في بعض التربص بالكابتن فاروق جعفر. ما هو برضك انا مش، والله ماشي دي انا مشكلتي ان انا بشتغل في النادي وانا ماليش اي هدف غير ان النادي يبقى مستقر. انا بشتغل ما باخدش فلوس وما باخدش حاجه. انا لعيبه كويسه نقدر نجدد لها، عندنا لعيبه كويسه نقدر نستفيد منها، عندنا لازم يكون الاستقرار، المدرب كويس يبقى مستقر. كل الكلام اللي بيتقال من اي ده لا يمكن يكون بيحب نادي الزمالك. اي واحد يقول اي كلمه ما يساندش الزمالك او اي كلمه تهبط من معنويات لاعبي نادي الزمالك يبقى ده ما بيحبش النادي. اللي بيحب النادي هو اللي بيقف مع النادي، ما احنا اولاد النادي. يعني انا دلوقتي بعد الكابتن احمد مصطفى والكابتن ابو رجيلة الكباتن الكبار دولت انا اللي موجود. يعني انا والكابتن حسن شحاته ربنا يديله طول العمر، والخواجه وغنم سلطان، ما احنا اللي موجودين الكبار. هو الناس نسيت ان الكابتن ياكن الله يرحمه يعني توفى يعني او فارق الحياه وهو بيشتغل في النادي. امال مين اللي هيحافظ على النادي وعلى كان يعلم العيال الصغيره ولا طيب للنادي. طيب كابتن فاروق، هل لان حضرتك من الممكن انك ترشح نفسك في الانتخابات المقبله لها علاقه ببعض التربص اللي موجود بيك؟ وانت عارف لعب الانتخابات احيانا نبدا الناس قبل الانتخابات تبدا تمرر اشياء غير صحيحه، هل ده ليه علاقه بده يا كابتن؟ لا انا ما عمري ما هفكر ان انا ارشح نفسي للانتخابات. انا تفكيري طب ده الانتخابات مش لعبتنا ولا شغلتنا. لو حضرتك تفتكر ان الكابتن صالح سليم سقط في الانتخابات، الكابتن حماد امام سقط في الانتخابات، اللي هم اكبر رموز في تاريخ الكوره للنادي الاهلي ونادي الزمالك. لا انا ما فكرتش لحظه ان انا ممكن ارشح نفسي في الانتخابات، مش في دماغي خالص. ولكن انا بشتغل في النادي او انا يعني متطوع في النادي وبساند النادي، ان انا اصلا الكيان ووصولي اللي انا فيه ده ما النادي. يعني النادي هو صاحب الفضل. احنا زملكاويه من يوم ما دخلنا النادي لغايه ما نموت، احنا زملكاويه واحنا اولاد النادي ولازم نكون في النادي. انا شايف ان اللي انت بتعمله ده نوع من ان انت رجل محترم وبتحب نادي الزمالك، ان انت اي طبعا مجلس بيجي بتشتغل معاه. وانا وجهه نظري ان اللي عنده القدره انه يبقى كده ان هو علاقته كويسه جدا بالجميع. بينما نفس طبعًا الموقف ده يا كابتن فاروق البعض بينتقدك عليه ويقول لك ده انت رجل كل المجالس. ما ينفعش ان انا افندم انا مش سامع الصوت، في حاجه يعني كابتن ممكن طبعًا تتحرك بس عشان الصوت يبقى اوضح شويه من فضلك. ده من عندي ولا من هناك يا جماعه؟ من هناك كابتن.